طبعا احنا حضرتك الموضوع النهارده طبعا عندنا تحذير من امس بسقوط امطار، ورغم هذا احنا ما خدناش قرار بتعليق الدراسه انتظارا لما سوف يسر عن الجو. النهارده الصبحيه مع التحسب ووجود تحذيرات اخرى من هيئه الاعصاب الجويه احنا الغينا الفتره المسائيه الساعه 11 صباحا، الغينا اصدرت قرار بالغاء الفتره المسائيه في المدارس. ومن الساعة 3 مساء أو 3 إلا ربع سقطت بعض الأمطار، كمية كبيرة من الأمطار، رغم أنها لم تستمر فترة طويلة لكن سقطت كمية كبيرة من الأمطار وترتب عليها بعض التجمعات من المياه في بعض المناطق في محافظة الجيزة زي إمبابة وزي محور 26 يوليو والدايري والكلام ده وبلاق الدكرور والهرم والكلام ده. فالمهم ومنطقة منشآت القناطر وتحسبا لسقوط أمطار أخرى أنا أصدرت قرار بتعليق الدراسة في المدارس، وبالتنسيق مع السيد رئيس الجامعة برضو علقنا الدراسة بكرة في الجامعة، جامعة القاهرة جامعة القاهرة بالتنسيق مع السيد رئيس الجامعة. نعم. والحمد لله احنا انا موجود في الشارع اهو بكلم حضرتك، الحمد لله يعني الصورة احنا اول باول اهو. احنا بنتعامل من الساعة 3 مع الامطار، كمية الامطار رغم انها مثلا تستمر اكتر من نص ساعة لكن سقطت كمية كبيرة من الامطار. الحمد لله دلوقتي الزحام اللي ضرب القاهرة والجيزة مع بعض سببه ايه؟ والله يا فندم يعني سببه حضرتك يعني تجمع بعض الامطار في مطالع ومنازل الكباري، لكن تم التعامل فور مع احنا عندنا خطة طبعا معدة مسبقا، ومن امبارح بالليل من الساعة 11 بالليل المعدات منتشرة في الشوارع متواجدة ميدانيا في الشوارع وتعاملت فورا، لكن زي ما قلت حضرتك كمية المية كانت كبيرة اللي سقطت خلال النص ساعة اللي نزلت فيها الامطار. لكن دلوقتي الحمد لله الامور عادت لطبيعتها تماما، كل الكميات المياه رفعت، حركة المرور لم تتأثر، ما فيش حصلش توقف، ويمكن حصل تباطؤ في حركة المرور لكن رجعت دلوقتي طبيعية الأمور تماما الحمد لله، كل كميات المياه اترفعت فلاش أي كميات مياه موجودة في الشارع. لا أكتر مناطق متضررة فين؟ والله كانت عندنا مناطق المتضررة في منطقة إمبابة، طبعا في منطقة إمبابة برضو في بلاد دكرور في منطقة العجوزة والدقي في كانت كميات مية كبيرة، لكن كلها تم رفعها الحمد لله. بكرة أجازة مدارس جامعات جيزة إن شاء الله بإذن الله. مصالح حكومية ولا بس مدارس والجامعة؟ لا فقط مدارس وجامعات فقط لا غير، طبعا خوفا ليه محتاجين الناس بكرة نعذبهم ليه طالما في مطرة؟ مش قالوا بكرة في مطر ولا ما قالوش؟ والله بكرة في مطر بس أمطار خفيفة لا تستدعي إن احنا نعلق العمل في مصالح الحكومة، العمل احنا علقنا العمل في الدراسة خوفا على أولادنا. من اللي طبعا اللي بيسافروا واللي بيروحوا، وأنت عارف في بعض الأطفال بتروح مدارس بعيدة وبيبقى في أماكن يعني بتتنقل أطفال قاعدين ساعات عشان يروحوا بيوتهم النهاردة ساعات عشان يرجعوا. بالظبط احنا برضو تحسبا لهذا الكلام احنا يعني إيه خدنا القرار ده حضرتك يعني. بشكرك لو احمد راشد محافظ الجيزة.